نناقش هذا الموضوع على الجانبين، الجانب المصري والجانب الأمريكي. من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية. دكتور إحسان أهلا بك. ومن القاهرة سعادة السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سعادة السفير أهلا بك. أبدأ مع سعادة السفير حمدي صالح. سعادة السفير، لوحظ من وزير الخارجية الأمريكي أنه لم يشر بشكل صريح إلى فكرة حل الدولتين، وحينما تقارن حضرتك بينما قاله وزير خارجية الفرنسي مثلا في زيارة لإسرائيل، وزير خارجية البريطاني مثلا جوزيف بوريل، يتحدثون صراحة على حل الدولتين، ولكن الأمريكيين وكأن ثمة ازدواجية في الخطاب. من متابعتك اليوم لما قاله وزير الخارجية الأمريكي، إلى حد يمكن القول أن هناك تعويل على هذه الزيارة أن تكون فيها إنجاز بشكل أو بآخر؟ يعني الزيارة يجب أن يكون فيها إنجاز، لأن ده سيكون شيء هام جدا لإدارة جو بايدن والإدارة الديمقراطية وأيضا لإسرائيل، لأنه الاثنين الدولتين تواجه مشاكل عديدة، والولايات المتحدة إدارة جو بايدن بالذات تواجه موقفا حرجا جدا داخليا وخارجيا. داخليا داخل الولايات المتحدة هناك انقسام كبير في الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول المأساة التي حدثت في غزة، وأيضا هناك مظاهرات، وهناك الرأي العام الأمريكي انقلب بشكل كبير لصالح القضية الفلسطينية. نعم. وبالإضافة إلى هذا هناك يعني تآكل في المصداقية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي زيارة وزير الخارجية الأمريكي تهتم بالعودة إلى أن يكون لها دورا فاعلا في هذا، ومقابلته مع في الرياض وفي القاهرة بتتحرك في هذا الاتجاه. ولكن بالنسبة للنقطة اللي سيادتك أثرتها، هم يواجهوا مشكلة في التعامل مع إسرائيل، وبالتالي رغم أنه هناك تصريحات متعددة من جو بايدن ومن بلينكن نفسه أن أمريكا ستدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، إلا أنه في قبل زيارته لإسرائيل غدا يحاول أن يتجنب هذا لكي يكون هناك مسافة ما للتحدث مع الأعضاء الوزارة اليمينيين ومع بنيامين نتنياهو. ولكن النقاش في مصر اتصل، يعني في تصوري أنه مشى أو صار على مستويين: مستوى القضايا الملحة الأولى التي تواجه المشكلة نفسها، وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات، الرهائن، محور فيلادلفيا، دي قضايا ملحة أساسية، ويعني الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستطيع أن تحرك الأمور فيها. لكن هناك في الخلفية أنه اعتراف واضح من الأمريكان، وبالتأكيد وأكدته المصادر المصرية، أنه لا يمكن أن تتحرك في هذه المجالات لإيقاف وقف النار وما إليه، نعم، إلا إذا كان هناك أفق سياسي ورؤية واضحة لما يجب أن يحدث. طيب دكتور إحسان، إذا كان الأمريكيون في مأزق وإدارة بايدن في مأزق وتريد إحداث أي إنجاز أو حلحلة في منطقة الشرق الأوسط، لماذا لم يحدث ذلك؟ تحياتي. أولا، المشكلة واضحة، وهي غياب الضغط الأمريكي على إسرائيل. الأمريكي لا يريد أن يضغط على إسرائيل. تصور هناك فكرة no daylight like بين الأمريكي وبين الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك أي تفاوت إطلاق، كيف يكون ذلك وأمريكا عندها مصالح تختلف عن مصالح إسرائيل. المشكلة أن هذه إسرائيل الذي يدعمها بايدن بشكل استثنائي غير مسبوق، هي عندها حكومة متطرفة وهناك وضع استثنائي في إسرائيل، ولكن الأمريكي المشكلة الأمريكي يتمنى وقف إطلاق النار، لأن حرب غزة مصدر إقلاق راحة له. هناك مشاكل يعني يواجهها بسبب هذه الحرب، هذه الإبادة، ولكن بذات الوقت لا يريد الضغط على إسرائيل، وإذا غاب الضغط على إسرائيل إسرائيل لن تفعل أي شيء. إضافة إلى ذلك، أمريكا ما زالت هي تقود بحل الدولتين، ولكن كلما يأتي أمر تقرير مصير في الولايات المتحدة تصوت ضده، وهي بيدها الاعتراف بدولة فلسطينية. لو هي فعلا صادقة، هي خرجت من اليونيسف، تصور خرجت من اليونيسف وقطعت الدعم لليونيسف، لأن يونيسف وضعت فلسطين كدولة كاملة، عضو كامل. فالأمريكي يتكلم على الدولتين، ولكن عمليا هو يعمل ضد ذلك. طيب سعادة سفير، هنا نقطة، نفس جدول الأولويات في الزيارة. لو تذكر المرة الماضية سعادة سفير حمدي صالح، أنه بلينكين بدأ يزور الدول العربية، يلتقي بالقادة العرب، ثم ذهب إلى نتنياهو وإلى الحكومة الإسرائيلية وقال لهم: حملت لكم رسائل من القادة العرب تقول كذا وكذا وكذا. هو اليوم
في أجندة الزيارة، في أولويات الزيارة، يبدأها بهذه الطريقة، وكأنه يحمل من القادة العرب الرؤية يضعها أمام نتنياهو، نتنياهو يرفضها كما تم في الزيارة الماضية. هذه المرة هل تشعر في فرق؟ يعني هل يمكن يحدث شيء؟ بالتأكيد. أنا الحقيقة كنت مقيم في واشنطن لفترة قصيرة قبل هذا اللقاء، وحسيت أن هناك إحساس عالي جدا وعميق في الإدارة الأمريكية بأنه يجب أن يكون هناك تحول في الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ككل وتجاه القضية الفلسطينية. وبالتالي هناك أفق سياسي يتحدث عنه الخبراء في وزارة الخارجية وفي البيت الأبيض، أنه لا يمكن أن تتحرك الأمور الآن إلا إذا كان هناك تحرك نحو حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا مرتبط بموقف أمريكا في المنطقة ككل. المشكلة دلوقتي أنك أنت الولايات المتحدة تواجه الميليشيات المختلفة التي تهاجم قواعدها، تواجه المشاكل التي قام بها الحوثيون، وتواجه أيضا المواقف المختلفة لإيران، وبالتالي كل ده مرتبط ببعضه، وعندهم إحساس بأنه ستخسر الولايات المتحدة الكثير إذا لم تعمل ثلاث حاجات. الحاجة الأولى أن يكون هناك رؤية سياسية واضحة ماذا يريدون أن يفعلون، وتحدثوا عن هذا مرارا، ولكن أنا بقول بس بشكل مؤقت قبل الذهاب إلى إسرائيل، يعني بيتجنب أن يتحدث عنها بشكل مباشر، ولكن لا بد أن يكون هناك يعني تقديم لأفق سياسي من الجانب الأمريكي. والنقطة الثانية هي استراتيجية واضحة لمواجهة الميليشيات، لأن ده مشكلة غريبة تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية، وشفنا لما حصل يعني مقتل ثلاثة من الأمريكان إن ده أثر تأثيرا خطيرا على الرأي العام وعلى الموقف العام، وبالتالي هم حريصين على أن يكون هناك يعني دفاع عن موقف. والنقطة الثالثة والمهمة جدا هي إعادة تنظيم التحالفات، يعني هناك اعتراف بأن التحالفات السابقة التي كانت تجعل لأمريكا دور مهم سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع الخليج أو مع مصر، اقترابها من الرؤية المصرية واقترابها من الرؤية السعودية، هذا حصل لها خلخلة شديدة قبل الحرب، ثم حصل يعني خلل عميق بعد الحرب التي بدأت في الفترة السابقة دي. وبالتالي زيارة بلينكين ليس فقط لتتحدث عن الآليات المرتبطة بالقضايا الملحة، ولكن أيضا على أن يكون هناك أفق سياسي مشترك. طيب دكتور إحسان، يعني الذي يقرأ لتوماس فريدمان، يعني الرجل يكتب عنده مصادره يعني، فتوماس فريدمان كتب مقالا أخيرا يقول إنه سياسة بايدن في الشرق الأوسط لابد أن تتغير وستتغير، وأول هذا التغيير سيكون في قبوله وسعيه لأن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومن هنا يبدأ استراتيجية أمريكية جديدة في منطقة الشرق الأوسط. حينما تستمع أو تقرأ لتوماس فريدمان كلام بهذه الطريقة، ما الذي يصل إليك؟ شوف، يعني هذا الرجل يعني صحيح هو يعني ملم ومطلع وعنده علاقات، ولكن في نهاية المطاف نحن نعرف أن مشكلتين. المشكلة الأولية أنه بايدن لا يريد ضغط على إسرائيل، هذه السياسة العامة. ثانيا عنده الضغط غير محدود. ثالثا إسرائيل يعني دولة أصبحت متطرفة، هناك رفض لحل الدولتين، نتنياهو رفض ذلك، وإضافة إلى ذلك هم يعني تصور ينتقدوا بايدن، يقولوا لا يدعمنا بشكل كافي، أنه ينتقد لو كان ترامب كان أفضل، يعني تصور حرب إبادة ولا يقولوا شكرا للولايات المتحدة. المشكلة عند العرب أنا أعتقد تصوري هناك ثلاث فرق: العرب، الأمريكيين، الإسرائيليين. الإسرائيلي يكذب، الأمريكي يغطي له، والعرب صادقين. العرب يقولون ذات الكلام خلف الأبواب المغلقة وخارج الأبواب المغلقة، يقولوا وقف إطلاق النار، حل الدولتين. تصور بلينكين لا يقول وقف إطلاق النار، يقول يستعمل كلمة باز، يعني فاصل يعني لا. فإذا ليس هناك وقف إطلاق النار، إذن ماذا؟ يعني تصور أمريكا وعظمتها ودورها العالمي والدعم غير محدود، ولا تستطيع التأثير على إسرائيل لإدخال المساعدات بشكل كافي. ما زالت حرب الإبادة مستمرة، ما زالت إسرائيل تتجاهل المحكمة العدل الدولية، تتجاهل الأمم المتحدة، يعني تتطاول على الأمم المتحدة، تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، تسخر من المحكمة العدل الدولية. لماذا؟ لأن هناك دعم غير محدود. هل الأمريكي يتمنى وقف إطلاق النار؟ نعم، ولكنه عمليا لا يسعى له لأنه لا يضغط على إسرائيل، وبدون الضغط على إسرائيل لن تتوقف حرب الإبادة. للأسف هناك حرب الإبادة. العرب الدبلوماسيين عندهم صبر أيوب، يسمعوا الكلام ذاته من بلينكين،
لكن الجميع يعرف أن بايدن هو المشكلة، هو لا يريد الضغط على الإسرائيليين. لذلك هو كلام وحوارات، والحوار مطلوب، يعني اللقاءات مطلوبة، ولكن في هذا المطاف إذا أمريكا لن تضغط على إسرائيل لن يحصل أي شيء. طيب دكتور سعادة السفير حمدي صالح، يعني تعليقا أيضا على مقال توماس فريدمان الأخير، لأنه البعض تداوله على أساس أنه معلومات، يعني بأنه فعلا الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لبايدن ستكون دولة فلسطينية قابلة للحياة بمواصفاتهم طبعا، منزوعة السلاح وفي ملفات مؤجلة، لكن في دولة فلسطينية. أنا في تقديري أن هذا هو الخط الجديد لإدارة بايدن، وإدارة بايدن محتاجة إلى هذا لأنها في موقف صعب جدا داخليا وخارجيا. لكن لا تنفذه يا سعادة السفير، يعني هي تحتاج إليه ولا تريد أن تفعله؟ لا هو التنفيذ، كيف نفهم أنها محتاجة إليه؟ لا محتاجة إليه لأنه يواجه موقفا في تآكل مصداقية الإدارة، وفي الانتقادات العنيفة التي توجه إليه في الداخل الأمريكي، وأيضا في الموقف الدولي عموما. هناك إحساس في الولايات المتحدة أن المجال بقى أصبح مفتوح للصين وروسيا أنها تدخل المنطقة وتستطيع أن تأخذ تتآكل منها النفوذ الأمريكي، وبالتالي هناك ضغوط بالغة من النخبة ومن المؤسسات المختلفة ومن رأي العام على أن يكون هناك تحرك في هذا. ولذلك أنا أعتقد أن هذا الخط يعني سيكون جديا من إدارة بايدن في الفترة القليلة القادمة، وإذا كان هناك ممانعة عنيفة من الحكومة اليمينية فربما تستطيع الولايات المتحدة أن تأخذ الموضوع إلى مجلس الأمن وتستطيع أن تصدر قرارا بالاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة في حدودها اللي نحن اتكلمت عنها اللي هي دولة منزوعة السلاح وما إليه، وبالتالي هناك خطوط متعددة لتحرك الولايات المتحدة. ذهب سعادة السفير لمجلس الأمن وأمريكا هي اللي عطلت، يعني الملف كله وحيل مجلس الأمن واستخدموا الفيتو وعطلوا. بالأمس لو تابعت الجلسة التي طالبت روسيا برفعها، قالت أمريكا لو أرادت لفعلت، لكن أمريكا تعطل أي قرار من مجلس الأمن لوقف الحرب، وأنها في منطقة الشرق الأوسط هي أداة الزعزعة والوحيدة في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون وسيلة إرباك الشرق الأوسط هي وسيلة الحل، فأمريكا جزء من الأزمة وليس جزء من الحل، هكذا قيل بالأمس في مجلس الأمن. بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، يعني هي إلى الآن هي جزء كبير من المشكلة، ولكن تتحرك الآن الإدارة الأمريكية لكي تكون لها دور فاعل في إيجاد يعني أفق سياسي، وهذا هو المطروح في الولايات المتحدة الآن على قدر علمي في واشنطن، إنه إذا تحركت الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل ولم تنجح في إيجاد توافق إسرائيلي بين الجهات المتعددة على فكرة الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح، فإنها ستتوجه إلى مجلس الأمن، ودي أحد الأفكار المطروحة. وبالتالي أنا بقولش إن هي تغيرت الآن، ولكن في طريقها للتغير، استراتيجية الولايات المتحدة هي طريقها للتغير، لأن هناك مشكلة حقيقية تواجههم أنهم سيخسروا المنطقة ككل بعد هذه الحرب، والتآكل مصداقيتهم ووضعهم الدولي أصبح ضعيفا جدا في هذه المنطقة. دكتور إحسان، هل يخاف الرئيس الأمريكي من اللوبي الصهيوني في الانتخابات القادمة؟ يعني لن يفعل شيء يغضب نتنياهو أو يغضب الإسرائيليين حتى تنتهي هذه الانتخابات، يعني ينتهي هذا العام عام 24. نعم، ما حصل، شوف إضافة إلى يعني إضافة إلى ما يحصل في مجلس الأمن، حتى في الجمعية العامة عندما جاء موضوع حق تقرير المصير الفلسطينيين الولايات المتحدة صوتت ضده، مع أنه يعني لا يغير أي شيء حياة ما حصل في الجمعية العامة، ولكن هذا الموقف الأمريكي، يقولون شيئا ولكن يفعلون شيئا آخر. هناك نعم اللوبي الإسرائيلي السبب الوحيد برأيي أنا، كما قال ميرش شايمر وولت في كتابهم اللوبي الإسرائيلي، السبب الوحيد الذي تدعم أمريكا إسرائيل بهذا الشكل هو اللوبي الإسرائيلي القوي الذي عماده اليهود الأمريكيين الذين هم 2% من الشعب الأمريكي، ولكن يقدمون 50% من المال السياسي الذي يذهب للحزب الديمقراطي. وإضافة إلى ذلك، هذا الرجل بايدن هو صهيوني، وهو تاريخه صهيوني متطرف، يدعم إسرائيل بلا حدود، ولا يؤمن كمبدأ بالنسبة له أن يكون هناك أي ضغط على إسرائيل، لأن هي دولة يعتبرها ديمقراطية صديقة، ولا الحليف لا يضغط على حليفة. إضافة إلى ذلك، عائلته ابنه وابنته متزوجين يهود، وهو يعتبر إسرائيل عائلته الكبرى، لذلك لا يضغط عليهم. والمشكلة يعني نحن نفهم أن أمريكا تدعم إسرائيل، هذا ليس جديد، يعني عقود من دعم إسرائيلي، ولكن دعمها في حرب إبادة، دعمها في ما يحصل في غزة، تشويع، تنكيل،
قصف قتل لا مكان آمن في غزة. هذا الجديد في الموضوع. للأسف المشكلة بايدن، والبايدن لا يكترث العرب والمسلمين، غير صحيح هو يكترث، لا يعني يحب أن يكون عنده الصوت العربي والإسلامي في أمريكا، ولكن يهتم أكثر للمال اليهودي والصوت اليهودي. سعادة السفير حمد صالح، في شق مصري في العلاقات المصرية الإسرائيلية يتعلق بمحور فيلادلفي، في محور صلاح الدين تحديدا، قلق مصري. بعض التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين قد تشعل هذا المحور، وبالتالي هل فعلا يمكن أن يكون تلقى الرئيس المصري ضمانات أمريكية بأن هذا المحور لن يكون محور صراع في المنطقة في الفترة القادمة؟ وهل يمكن الضغط على إسرائيل بألا تلوح بهذا المحور أو إشعاله بشكل أو بآخر؟ يعني في هذه الزيارة تم التأكيد على أهمية اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وأنه لا يجب أن يكون هناك أي تهديد لهذه الاتفاقية لأنها تمثل حجر الأمان في المنطقة ككل. أكد عليها بلينكين على قدر علمي، وأكدت عليها مصر، وقالت أنها أي أخطاء من جانب إسرائيل أو محاولة للتعدي على الحدود أو إدخال قوات لها في محور فيلادلفيا سيؤثر تأثيرا خطيرا على هذه العلاقات. وبالتالي هناك تفاهم مصري أمريكي، ليس ضمانات ولكن تفاهم مصري أمريكي، لأنه لا يجب أن يكون هناك أي اعتداء أو تغيير في الأوضاع بالنسبة لمعاهدة السلام. ولكن القضية المحورية اللي بتكلم عليها مصر الآن هي ما هو الموقف سيكون في غزة في الفترة القليلة القادمة، إيقاف الحرب وإيجاد المعونات الإنسانية، ثم تحريك أيضا الأفكار حول ماذا سيكون مستقبل غزة، ويجب أن يكون للفلسطينيين الدور الأساسي في هذا، مش أدوار القوى الفاعلة الأخرى وكلام الإسرائيليين أنهم سيحكمونها حكم عسكري وما إليه. ولذلك كان هناك اعتراض مصري على هذه الأفكار للحكم العسكري وما إليه، ويجب أن يكون هناك الإدارة الفلسطينية. كل هذه نقاط يعني صعبة جدا في المناقشات وظهرت في المناقشات. نعم. كيف يمكن إعادة بناء غزة؟ يعني الموقف بالغ الصعوبة، مئات الآلاف والملايين يعيشون بلا منازل وبلا وخيام، فبالتالي هناك قضية محورية مرتبطة بكيف نعود إلى الحياة الطبيعية للغزاويين والشعب الفلسطيني في غزة، ودي محور اهتمام القيادة المصرية. بشكرك سعادة السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، شكرا جزيلا لك. دكتور حسين الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.